هذا الحبيب، مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحلقة 12. ولد صلى الله عليه وسلم وتشرف هذا الكون بأطهر مخلوق وأشرفهم عند رب العالمين في صباح يوم الاثنين من ربيع الأول. ما الحكمة في أنه ولد في شهر ربيع؟ لماذا لم يولد في رمضان وهو أشرف الشهور؟ ولماذا لم يولد في الأشهر الحرم؟ ولماذا لم يولد يوم الجمعة؟ لأن الشهور والأيام هي التي تتشرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتشرف هو بالأيام. فلو كانت ولادته في رمضان أو الأشهر الحرم لقال الناس بورك فيه بفضل تلك الأيام، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف من تلك الأيام، فالأيام والشهور هي التي تتشرف في ولادته. لذلك كان شهر ربيع الأول من الأشهر المباركة، حتى عندما يذكر اسم الربيع تطمئن القلوب والنفوس له. كانت ولادته صلى الله عليه وسلم أول ساعة من النهار. آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ستخبرنا ما حدث معها عند الولادة عن طريق الصحابية الجليلة شفاء رضي الله عنها. شفاء هي أم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهي القابلة التي وقفت مع آمنة أثناء الولادة. تقول آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم: أخذني ما يأخذ النساء، تقصد الطلق، ولم يكن عندي أحد، ولم يكن يعلم بي من أحد. تقول: فسمعت وجبة عظيمة، أي مثل شيء ضخم وقع على الأرض وأصدر صوتا عظيما. قالت: فخفت، فسمعت صوتا بعده أكبر من الذي قبله، فزاد خوفي، ثم رأيت نورا في المكان خرج منه كجناح أبيض، ورأيت كأن رجالا قد وقفوا في الهواء وبأيديهم أباريق من فضة، فأخذني المخاض، فخرج مني نور أضاءت له قصور الشام، فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، فدخلت عليها شفاء رضي الله عنها. تقول شفاء: فنزل صلى الله عليه وسلم من أمه لا كما ينزل الصبية. تقول شفاء: نزل معتمدا على ركبتيه وكفيه، ساجدا ينظر بطرف عينه للسماء كالمتضرع المبتهل لله. ثم تقول شفاء: فحملته ونظرت إلى وجهه، وإذا به كالقمر ليلة البدر يتلألأ نورا، وريحه ريح كالمسك يصطع منه، فأردت أن أصنع له ما يصنع للمولود، فإذا به لا يحتاج لشيء، مقطوع السرة، وكان مختونا، مختونا نظيفا مطيبا، ريحه المسك، مكحل العيون. تقول شفاء: فما كان مني إلا أن ألبسته ثيابه وأعطيته لأمه، لأنه ليس بحاجة لشيء صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت. ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشرف الكون بولادته، وأرسلت أمه إلى جده عبد المطلب على الفور، وكان عند الكعبة، أنه قد ولد لك مولود، فتعال فانظر إليه. فلما سمع الخبر عبد المطلب انطلق مسرعا إليها مسرورا مندهشا تغمره السعادة: ولد لابني عبد الله الذي توفى قبل شهور مولود. فلما وصل عبد المطلب ونظر للرسول صلى الله عليه وسلم